حبوب البن حكاية خاصة بدأت أولى فصولها قبل مئات السنين، وميراث مهم تتوارثه الأجيال. فتعد القهوة بأنواعها من المشروبات المفضلة لدى الكثير من الشعوب، وتتميز كل منطقة بطقوس وعادات خاصة لها دلالات ومعاني مختلفة. عند القبائل العربية يعتبر صب القهوة على الأرض وترك الدلة بشكل معكوس دلالة على الحسن، كما تعتبر الكمية المقدمة في فنجان القهوة العربية دلالة على مدى الترحيب بالضيف، فإن كان مرحبا بالضيف يجب عدم ملء الفنجان بأكثر من نصفه، وهو ما يعرف بصبة الحشمة. أما إذا زادت الكمية عن ذلك فهذا يعني أن الضيف غير مرحب به، كما لا يجوز لكبير السن أو الضيف تقديم القهوة، وفي حال هز الضيف الفنجان فهذه دلالة على عدم رغبته بالمزج. ومن التقاليد العربية وخصوصا أهل الشام عدم شرب الضيف للقهوة إلا بعد أن يجاب طلبه. أما في تركيا فإضافة الملح إلى قهوة العريس أثناء تقدمه لخطبة الفتاة التي يحبها دلالة على حبه وصبره على عروسه. ولا تقل مراسم إعداد القهوة في أثيوبيا أهمية عن تناولها، حيث تبدأ الفتاة التي تتولى إعداد القهوة في الأسرة برش المكان ونثر العشب الأخضر كرسالة للفأل الحسن كما يعتقد الأثيوبيين، والتي تعد بأواني خاصة تسمى الجبنة. ويجب أن تتزين الفتاة التي تحضر القهوة بالزي التقليدي، كما يوضع ملعقة من السمن في فنجان القهوة عند شربها في الصباح، وذلك حتى لا تضر المعدة. سيدتي غادة الشاطبي، جدة. نبقى أنا وحبيبي نفرشها بالأرض.